احنا معانا على التليفون للتعليق وفهم ما تم الاعلان عنه في البيان اللي حضراتكم تابعتوه دلوقتي من السيد اسامه هيكل وزير الاعلام. معانا كل من اللواء فؤاد علام الخبير الامني المعروف. طبعا برحب بحضرتك معانا يا فندم في حال يوم، وايضا بينضم لنا اللواء عبد المنعم كاتو الخبير الاستراتيجي. اهلا بحضرتك معانا. عايز ابدا مع اللواء فؤاد علام، اذا تفضل سياده اللواء، حضرتك تترجم البيان على الارض ازاي؟ البيان على الارض واضح منه انه بقى في احساس ضخم بخطوره الموقف اللي احنا بنمر بيه دلوقتي، ان بقى في تجاوزات لا يمكن السكوت عليها، ان في تصعيد لعمليه البلطجه والفوضى اللي موجوده في الشارع، وانه المجلس العسكري مع الحكومه اتفقوا على انه لابد من مواجهه هذه الصوره باسلوب غير طبيعي. الاسلوب المقترح ان هم هيطبقوا قانون الطوارئ وهيحيلوا بعض المتجاوزين الى محاكم امن الدوله طوارئ. انا شخصيا بارى انه استخدام قانون الطوارئ هيتسبب عنه، ولو اني دعيت الى هذا، انما هيترتب عليه وجود حالة من الرفض الشعبي، لأنه الثورة والثوار يعني لديهم تصور أننا ونحن في طريقنا لبناء الديمقراطية لا يصح أن نستخدم قانون الطوارئ. ومن هنا هناك واجب ضخم جدا على الإعلام أن هو يوعي هؤلاء، هناك واجب أيضا على القادة السياسيين، على المفكرين، على حكماء الأمة، على القيادات السياسية والحزبية، ان يبقى في عملية توعية كاملة، ان احنا في حاجة مثلا لإقرار الامن في هذه المرحلة، لان احنا مقدمين على مجموعة من العمليات الانتخابية وغيرها، اللي لو الحالة الامنية هتستمر في هذا الاتجاه هيبقى في كوارث اثناء العملية الانتخابية. طيب. وبالتالي ليس قانون الطوارئ وحده هو السبيل، انا بقترح اصدار مرسوم بقرار بقانون من المجلس الاعلى للقوات المسلحة، وهو صاحب هذا الحق الان باعتباره يقوم بسلطات تشريعية بتفعيل ما كان موجود من قانون للطوارئ، واوقف العمل به بسبب الحكم بعدم دستوريته. ده ايه هو يا فندم بالظبط؟ قانون الطوارئ كان بيعالج انه كل ما ليس له وسيلة رزق سليمة او مشروع او بيتخذ من العنف اسلوب للحصول على الرزق بيعاقب بالحبس. انا بشوف بقى انه يعدل هذا القانون بحيث يبقى فيه توسيع اكتر، لانه النهارده بقى فيه ناس بتستسهل عملية استخدام العنف، بتستسهل انها تتخذ مجموعة من التصرفات الغير محسوبة. يعني انا بقرا الان انه اللي بيفترس في شوارع القاهرة وبيحتلوها وبيبيعوا بالقوة، اللي بيركبوا سيارات وموتوسيكلات بدون أرقام محطوط عليها، كل دي أنا بتصور إنه لو صدر مرسوم بقرار بقانون المجلس الأعلى لازم يجرم مثل هذه التصرفات. على المستوى الأمني، أنا عايز أسأل حضرتك يا فندم على المستوى الأمني، فرصة إنك موجود معانا كمان. إيه اللي حصل إمبارح خطأ على المستوى الأمني؟ يعني ازاي كان ازاي كان يتم التعامل مع الناس الغاضبه اللي موجوده وايضا تفادي المشهد ده؟ يعني لو حضرتك كنت بتتخذ قرار امبارح كنت اتخذت قرار شكله ايه؟ القضيه بتاعت امبارح يا استاذ شريف، اتفضل. القضيه ان هناك رواسب قديمه جدا، وهناك حاله من الكراهيه للشرطه بصفه عامه، وللاسف الشديد ان بعض الاعلاميين وبعض الاجهزه الاعلاميه بتعمل لتعميق وترسيخ هذا المفهوم لدى كثير من المواطنين. ايضا هناك حالة من عدم الثقة من قطاع ليس بقليل من ابناء الشعب في التصرفات والقرارات السياسية التي تصدر. هناك لا يوجد حوار مجتمعي علشان نبصر الناس ونوعيهم. ما فيش حوار ما بين القيادة وما بين القوى المتحركة في الشارع من الشباب عشان يتقال لهم ويبقوا عارفين ايه اللي بيحصل. لغاية النهاردة ما فيش الحوار ده يا سيادة الأمن؟ للأسف الشديد، للأسف الشديد. يعني أنا بتصور إن لابد أن يكون هناك حوار مجتمعي، لابد أن الأحزاب تقوم بهذا الدور،
لابد من الاجتماعات مع الشباب. هذا الشباب ما عندوش فكرة ايه اللي بيتعمل. انا بتفرج على لقاءات بتتم من بعض القنوات الفضائية اللي يعني واحد طالع يتكلم النهاردة بيقول لك ان عزام الجاسوس الاسرائيلي اتحكم عليه بست اشهر وده تواطؤ، وانهم لقوا ورقة من السفارة الاسرائيلية. الكلام مش مظبوط بالمرة، معناها ان مفيش معلومات. لو انت في حوار مع الناس دول والاعلام بيقوم بدوره في توعية الشباب اللي حصل في السفارة الاسرائيلية، الشباب يعني لما يطلع شاب في التلفزيون بتاع الجزيرة ويقول احنا اقتحمنا السفارة وكسرنا كل حاجة فيها وخدنا الاوراق والمستندات بتاعتها ورمناها في عشان الناس كلها تقراها، دي جريمة، دي كارثة. احنا يعني عايزين نعرف حسب عليها دوليا يا استاذ شريف. ده جزء مهم اللي حضرتك بتتكلم عنه، وده اللي يعني بيخليني اتجه للواء عبد المنعم كاتو الخبير الاستراتيجي، واشكر طبعا لواء فؤاد علام على انضمامه لينا. سياده اللواء عبد المنعم كاتو برحب بيك معانا في حالي يوم يا فندم. اهلا بيك. ايه رد الفعل؟ يعني احنا شفنا النهارده ردود افعال مختلفه من الجانب الاسرائيلي. على المستوى الاسرائيلي حضرتك ترى رد الفعل ازاي؟ قبل نص ساعه تقريبا اسرائيل قالت انه احنا عايزين نرجع السفير باقصى سرعه ممكنه. هو طبعا اسرائيل يعني راكبه الموجه وبتتصرف بتعقل، لانها من مصلحتها استمرار اتفاقيه السلام، ومن مصلحتها انها تظهر امام العالم وخصوصا في الحالة بتاعتها والقضية الفلسطينية خلال هذا الشهر، هتعرف في مجلس في الأمم المتحدة انها دولة سلام وليس دولة عنف او الكلام ده كله. للأسف الشديد اسرائيل بتكسب واحنا اللي بنخسر. ما حدث الاحداث اللي فاتت ديت بتاعت امبارح شوهت صورتنا، خلت اسرائيل يعني تعلو علينا في الديمقراطية وفي السياسة وفي التحالفات الدولية. يكفي النهاردة لما حضرتك تشوف كل ردود فعل العالم، انجلترا بتطلع بيان بتشجب فيه اللي حصل، امريكا اوباما يقول لك لا يجب على مصر كذا، يعني ولا يعني طرف ولا طرف ولا طرف من الاطراف دي اتحرك نفس التحرك ده لما مات الشهداء المصريين. بالظبط كده، لان اسرائيل الدعاية بتاعتها اقوى كثير جدا في الغرب مننا، واحنا عارفين هذا الكلام ومراعينه تماما، ولكن للاسف الشديد اولادنا هم اللي عملوا فينا هذا المقلب يعني الغير مسؤول. لذلك انا يعني انا بحترم طبعا وجهه نظر سياده اللواء فؤاد علام تماما لموضوع الطوارئ والكلام ده. احنا النهارده في وضع في منتهى الخطوره، وضع لا يمكن اطلاقا ان احنا نسن فيه قوانين جديده ولا الكلام ده، وضع لابد ان قانون الطوارئ يعني يفعل بطريقه. طب ما هو قائم اساسا يا فندم، يعني هو بالاساس قائم ولم يرفع، حاله الطوارئ لم ترفع، حاله الطوارئ كانت هترفع في الطريق الانتخابات او بعد الانتخابات. طب ايه الجديد؟ يعني ايه الجديد في مساله التفعيل؟ المجلس العسكري وعد انه هترفع قبل الانتخابات مباشره، ولكن الاحداث النهارده اللي احنا بنشوفها لا تستوجب بقاء هذا القانون. وبعدين النهارده انا عايز اقول احنا ال 19 او 30 واحد اللي اتقبض عليهم ليسوا هم الفاعلين الاصليين، لابد ولابد وبكل حسم يتم التحقيق مع او التوصل الى رؤوس الفساد التي دعت الى هذا الكلام. لواء عبد المنعم كاتو بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا الخبير الاستراتيجي، وايضا مره ثانيه الشكر للواء فؤاد علام. النهارده وزاره الداخليه اصدرت بيان عن الاحداث اللي امتدت من امبارح، لانه وفقا طبعا لاخر الارقام قتل 3 اشخاص واصيب 1049، ده اكبر رقم لاصابه في اي نوع من التجمع او المشكلات اللي تحصل على مدى الايام او الشهور الماضيه. 1049 اصيبوا وقتل 3، وده خلال الاحداث سواء كنا بنتكلم عن مبنى السفاره الاسرائيليه او عن محاوله اقتحام مديريه امن الجيزه. وزارة الداخلية قالت في بيانها أنها ملتزمة باحترام حق التظاهر، وأنها أصدرت توجيهات حاسمة وحازمة بالحكمة وأقصى درجات ضبط النفس حتى إذا ما تعرض القوات للاعتداء. الوزارة أكدت في البيان الخاص بها أنها استخدمت قنابل الغاز المسيلة للدموع. إحنا معانا على التليفون اللواء مروان مصطفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، برحب بحضرتك معانا يا فندم في حال اليوم.
اهلا مساء الخير يا فندم. انا مش عارف ابدا من نص البيان ولا ابدا من اللي قاله اللي هو فؤاد علام بانه ما زال لغايه دلوقتي احنا عندنا مشكله ما بين المدني المواطن المصري وما بين المواطن المصري اللي لابس ميري وبيشتغل في الشرطه. طبعا احنا ما بننكرش ان الترسبات والفتره ما قبل الثوره كان ليها وكان فيها تجاوزات وكان فيها من الشرطه، والشرطه كانت بتستخدم النظام القديم كان بيستخدمها يعني كاداه للقمع. كل دي طبعا سايبه في نفوس المواطنين عملت اثار واثار عميقه. لكن اللي احنا الواقع بتاعنا النهارده ان الشرطه في اعقاب الثوره اعلنت الوزاره بالكامل وقيادتها ان الشرطه تغيرت وان الامور تغيرها وان الفلسفه والعقيده الامنيه بتاعتها تغيرت، وبدانا صفحه جديده وحاولنا بقدر الامكان. ويمكن حضرتك تعلم جيدا ان وزاره الداخليه من الوزارات القليله جدا جدا اللي هي قطعت شوط كبير في مجال اعاده الهيكله والتغيير وتغيير سياساتها وتقييم القيادات بتاعتها وظباطها. الحقيقه قطعنا شوط ولسه ما زال هناك الكثير. لكن هي الظاهره العجيبه ان ما زال هناك بعض القوى التي تحاول توسيع الفجوه بين المواطن وبين الشرطه. توسيع الفجوه دي لصالح مين؟ زيادة حملة يعني أنا مش عايز أقول حملة كراهية غير عادية. طب هيتم التعامل مع هذا الموقف إزاي إذا كان والله. يعني زي اللي هو فؤاد علام أيضا ما كان بيتكلم بيقول إنه مسألة تفعيل قانون الطوارئ أو تفعيل حالة الطوارئ دي هتؤدي لمزيد من المشكلات. أولا ممكن حضرتك تفهمنا قانون طوارئ يعني إيه هيتفعل؟ الناس عايشة في قانون طوارئ بقالها 30 سنة. بس أنا إيه عايز أقول لحضرتك حاجة، لا هو موضوع قانون طوارئ ده موضوع آخر مختلف عن الـ 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 اللي تم الإعلان عنه النهاردة؟ طبعا. طب إيه المختلف؟ لكن اللي أنا بقوله إن النهاردة ما حدث إمبارح ده بيدي مؤشرات خطيرة جدا للمجتمع ولمستقبل المجتمع المصري. يا أستاذ شريف الثورة بتاعتنا لما قامت كانت في منتهى التحضر وفي يعني العالم كله شاهد بيها. هل الاحداث اللي مصر كلها والعالم كله شافها امبارح هل دي تعبر عن هذه الثوره؟ بالقطع لا. هناك اختلاف شديد، هناك تحول خطير في سلوك المجتمع. هذا التحول بس يعني انا عايز اسال حضرتك سؤال، حضرتك كده حضرتك معلش عفوا يا فندم حضرتك كده اصل كده ممكن المتابع يفهم ان حضرتك بتربط ما بين الثوره كثوره وما بين التغيرات السلبيه. مطلقا بالعكس ده انا بطالب المجتمع ان هو يتبنى السلوك الحضاري للثوره اللي كان العالم كله بيشهد بيها ومصر كلها شاهدت بيها. طيب عايز اسال حضرتك عن بقى انا دلوقتي الناس ماشيه في الشارع يعني ايه تفعيل حالة الطوارئ بالنسبة لها؟ لا هو اللي ماشي في الشارع يعني هل معنى ان انا مش هيبقى معايا بطاقة مثلا لو بطاقة مش معايا دلوقتي هتحبس؟ هيتم اعتقالي؟ يا ريت نترجمها نفهم كده. ما هو ده يعني معلش برضو احنا عايزين لما نيجي نقول للناس ونبلغهم بامور واقعية وحقيقية. يا ريت اتفضل. هذا الموضوع تم اعلانه النهارده وطبعا في ضوابط هتطلع وفي امور هتصدر وكيفيه التطبيق والمحاكم وهناك واساليب الرقابه القضائيه على الامور دي كلها. يعني هل هيكون هناك مثلا في ماده مجالها يا استاذ شريف يعني اصل حاله الطوارئ السابقه او اللي احنا فاهمينه مثلا ماده 3 لرئيس الجمهوريه، طبعا احنا عندناش رئيس جمهوريه دلوقتي، ولكن متى اعلنت حاله الطوارئ ان يتخذ بامر كتابي او شفوي التدابير الاتيه، منها وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور، هل يحدث ذلك؟ الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، مراقبة الصحف والنشرات. اسمح لي دي أمور قانونية وقضائية خارجة عن نطاق الاختصاص ونطاق الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. لا ما هو بنتكلم فيه ما يتعلق بأحداث الأمس، وحضرتك
كنت بتسأل على يعني ايه اللي وصل الامور بالاحداث اللي حصلت لكده. اما موضوع ما صدر النهارده من قرار من المجلس الاعلى المجلس العسكري ومجلس الوزراء بخصوص تفعيل حاله الطوارئ ده طبعا هيطلع لسه دي التفسيرات واساليب التطبيق واساليب الرقابه القضائيه عليه. مفهوم. اللواء مروان مصطفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، شكرا جزيلا على وجودك معنا في الحياة اليوم.